وأشرقت الشمس من جديد. تذكروا يوم الأربعاء 16 نوفمبر 1955، ها هي المشروعية قد عادت، فحلت الابتسامة محل الكآبة، وحل الفرح والانشراح محل الألم والأسى. لقد بحت الحناجير من كثرة الهتاف والزغاريد. كان يوما مشهودا لا حديث فيه إلا عن عودة أبي الأمة وحبيبها الذي بدلها حبا بحب ووفاء بوفاء، وقاسمها شدائدها كما قاسمته غربته. لقد ضاقت رحاب العاصمة من كثرة المواطنين الذين هبوا من كل حدب وصوب للتملي من طلعة زعيم الأمة والاطمئنان على سلامة العودة وتجديد الولاء والتعبير عن الإخلاص للعرش العلوي المجيد. إن أفضل هدية قدمها جلالته بمجرد أن وطئت قدماه أرض الوطن، أن زف لشعبه المتفاني في حبه بشرى انقضاء عهد الحقد والحماية وبزوغ عهد الحرية والاستقلال، شاكرا لله فضله وحسن توفيقه قائلا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وحمدا لله وشكرا له، أدى جلالته وسط آلاف المؤمنين يوم 18 نوفمبر 1955، أي يومين فقط بعد العودة من المنفى، صدرت الجمعة بمسجد حسان العتيق.